أهلا بكم طلاب الصف الخامس، والنهاردة معانا أول درس في المنهج بعنوان موقع بلدي. تعرفنا في العام الماضي على الموقع الجغرافي لمصر، وعرفنا أن وطننا مصر مساحته 1,000,000 كيلومتر مربع، وتقع مصر في شمال شرق قارة أفريقيا، وهو ملتقى قارات العالم القديم أفريقيا وآسيا وأوروبا. وتطل مصر في الشمال على البحر المتوسط، وفي الشرق البحر الأحمر. طيب تعالوا نعرف السؤال المهم، أهمية الموقع الجغرافي لمصر. أهمية الموقع الجغرافي لمصر هو اتصاله بدول العالم تجاريا وحضاريا عبر التاريخ، يعني يقصد بها سهولة اتصاله بجميع الدول لأنه يقع في قلب العالم، وخاصة بعد افتتاح قناة السويس للملاحة. أما في هذا العام سوف نتعرف على الموقع الفلكي لمصر، وأول حاجة لازم نعرفها الفرق بين الموقع الجغرافي والموقع الفلكي. الموقع الجغرافي هو موقع المكان بالنسبة إلى اليابس والماء، أما الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة إلى خطوط الطول ودوائر الأرض. ونظرا لاتساع مساحة كوكب الأرض، قام العلماء برسم خطوط طولية ودوائر عرضية، وذلك لتسهيل دراسة سطح الأرض. وأول حاجة هنعرفها هي خطوط الطول. خطوط الطول هي أنصاف دوائر، يعني نص دائرة وهمية، تبدأ من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي. تبدأ خطوط الطول بخط جرينتش، وهو خط الطول الرئيسي ودرجته صفر، ويقسم الكرة الأرضية إلى قسمين متساويين، أحدهما في الشرق والآخر في الغرب. وأهم سؤال عندنا النهاردة أهمية خطوط الطول. خطوط الطول بتفيد في تحديد المواقع على سطح الأرض شرقا وغربا، كمان بتفيد في تحديد الزمن وفروق التوقيت بين الأماكن على سطح الأرض. أما دوائر الأرض هي دوائر وهمية أفقية ومتوازية غير متساوية تحيط الكرة الأرضية. ودائرة الأرض الرئيسية هي دائرة الاستواء ودرجتها صفر، وتقسم الكرة الأرضية إلى نصفين متساويين، أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب. ومن دوائر الأرض الرئيسية مدار السرطان، ودرجته 23.5 درجة شمالا، أما مدار الجدي درجته 23.5 جنوبا. أهمية دوائر العرض. دوائر العرض تفيد في تحديد مكان الإنسان على سطح الأرض شمالا وجنوبا. التعرف على أحوال المناخ من حيث الحرارة والرياح والمطر. تقسيم الأرض إلى أقاليم مناخية، يعني مثلا زي الأقاليم الحارة والأقاليم المعتدلة والأقاليم الباردة. تعالوا نعرف موقع مصر فلكيا. تقع مصر فلكيا بين دائرتي عرض 22 درجة إلى 31 درجة أو 36 شرطة شمال دائرة الاستواء، وبين خطي طول 25 و 37 شرقا خط جرينتش، ويمر مدار السرطان في جنوب مصر. وأهم سؤال لازم نعرفه، ما هي النتائج المترتبة على موقع مصر فلكيا؟ أدى هذا الموقع الفلكي إلى وقوع معظم الأراضي المصرية ضمن الإقليم الصحراوي الحار، ما عدا طبعا الأطراف الشمالية المطرة على البحر المتوسط، فهي تقع ضمن الإقليم المعتدل. وبكده انتهينا من الدرس الأول. انتظرونا في درس قادم بإذن الله، وهيكون بإذن الله في بعض التدريبات على الدرس الأول على صفحتنا. مع السلامة.